الصباغة من أهم مراحل تحويل غزول القطن المنتج نهائي، ممكن اعتبرها نقطة التحكم الرئيسية في المنتج. تعالوا نقابل الكيميائي علي جودة، مدير قسم الصباغة في الشركة العربية للأقمشة الوبرية. خليني أبدأ مع حضرتك من نقاط مهمة جدا. أنت بتستلم الغزول الخام، صح كده؟ خيوط بتجيلك ما فيش لها ألوان، عبارة عن أبيض باهت، بتحولها أو بيش كده بتحولها لصناعات أو ألوان مهمة جدا. قول لنا المراحل، وخصوصا أن أنا عايز أقول لك أن الصباغة دي أخطر حاجة. احنا بنتكلم في مواد كيميائية وبتلامس جسمنا، ايه الاحتياطات اللي بتاخدها عشان تبقى صبغة آمنة؟ اول شيء ما القطن ما بيجي بنعمله عملية تحليل اولي، بنشوف نسبة الاملاح والمعادن والهاردنس ونسبة الكالسيوم والمغنيسيوم والاملاح الثقيلة المتواجدة في هذه التيلة. بناء عليها بنحدد نسب الكيماويات التي سيتم معالجة القطن بها، المعالجة الاولية. ثاني شيء بنعمل عملية التحضير الاولي، البري تريتمنت. التحضير الاولي دي بحاول ان انا افتح لون الخامه بالهيدروجين بيروكسيد او ماء الاكسجين. ثانيا بحول القطن من خامه غير قابله للتشرب الى خامه قابله للتشرب. شيل اي مواد شمعيه، اي دهون، اي طبقات على الغزول، صح كده؟ بالظبط كده. انا بحط الهيدروجين بيروكسيد اللي وظيفته عمليه التبييض، بحط الويتنج ايجنت اللي وظيفته عمليه التشرب، بحط كوستيك صودا او الصودا الكاويه وظيفتها انها تشيل الزيوت والمواد الشمعيه المتواجده في التيله. وبعد المعالجه دي بنعمل عمليه معادله، بنعادل اثار الصودا الكاويه والويتنج والهيدروجين بيروكسيد باستخدام الاسيتيك اسيد الصناعي او الخل الصناعي. ده طبعا تحت درجه حراره معينه وتحت ضغط معين، لان انا بسبغ يرن داي اونلي، ما بسبغش مثلا توب، انا بسبغ غزل. فالغزل صباغته حساسه للغايه، لان حضرتك ما انت شايف البقره من الداخل. انا بطالب ان الغزل طرف الخيط من خارج الكونة او خارج البقرة لازم يكون مطابق لنفس الدرجة من داخل البقرة. اللون طلع مطابق بعد ما مرحلة الصباغة، ببدأ عملية الشطيف، ان انا اشيل اثار بقايا الصبغة التي لم تتفاعل مع السليلوز او القطن، بأشيلها بعملية الشطيف ومواد منظفة. بعد ما اشيل واللون خلاص اصبح خالي تماما من اي بقايا للصبغه، بيتم عمليه التطريه واضافه المواد المطريه والمواد الشمعيه التي تعطي سخاوه ونعومه الى الغزل مره اخرى. المواد التي قمنا بازالتها في اول مرحله انا بحط ماده بديله لها، ماده تطري وفي نفس الوقت متهيألي تحمي اللون. بارك الله فيك. وايضا بضع ماده مثبته للون بتقوم بعمل رابطه كيميائيه ما بين السليلوز او القطن وما بين الصبغه، حتى اذا تم غسل هذا المنتج عده مرات، واذا قام الانسان اي واحد بان هو يرتدي هذه الملابس او يضع هذا المنتج على جسده، لا تؤثر عليه بالسلب نهائيا. في اللحظه دي تبقى جاهزه بقى تدخل على أجهزة النسيج. بالضبط كده. وأيضا جاهزة على إن هي يقام عليها جميع الاختبارات التي يتطلبها العميل في الخارج.